واحد بيقول سؤال لم يوجد في كتاب جورج حديث، هل المسيح على الصليب قدم نفسه ذبيحة كفارية عن الخطية الجدية أم عن كل الخطايا؟ السيد المسيح قدم نفسه ذبيحة كفارية عن جميع الخطايا، عن الخطية الجدية وعن جميع الخطايا الفعلية للعالم كله. الإنسان العادي بتغفر له الخطايا الفعلية السابقة للمعمودية بالمعمودية، والخطايا اللي بعد المعمودية بتغفر بسر التوبة، ولكن أيضا حسابها على دم المسيح وعلى ذبيحته الكفارية. إذن كأن ذبيحة المسيح الكفارية عن جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور منذ آدم وحواء إلى آخر الدهور، بس لها اشتراطات طبعا، التوبة المعمودية حاجة، أسرار الكنيسة الأخرى.